عندي كوارع مسلوقه. طيب هنعمل بقى طاجن الكوارع ازاي؟ تعالوا نشوف المقادير. معايا كوارع مسلوقه اهي بالمرقه بتاعتها، كوبايتين من عصير الطماطم المركز، وهاخد كمان كبشتين من مرقه الكوارع عشان ادي طعم غني للطاجن، يعني هستخدم الشوربه وعصير الطماطم. ثوم مفروم، بصله كبيره، فلفل رومي، صلصه طماطم، ملح وفلفل، وشويه خل، وجوز الطيب، حبهان، كباب صيني اختياري، مش اساسي قوي في الوصفه، ورشه جنزبيل برضو اختياري بس بتدي طعم حلو، ورشه سكر، وفلفل حار مفروم، وفلفل عادي قرن كده ايه هنحطه واحنا بنشوح. الوك فيها حته سمنه بلدي زي ما قلنا، هاخد فيها ايه؟ بصل، بصلايه حلوه كده، تعال نزود حته سمنه كمان، بصل، يبقى على طول هدي رشه من الملح اهو، بس يا دوبك تاخد لون كده بسيط، مش هغمقها قوي، هديها بس تشويحه كده حلو. شايفين اصفر ازاي لونه اتغير؟ بروح عامله ايه بقى؟ نازله بالثوم اللي في اخر الدنيا اهو، حبه ثوم حلوين، يعني الطاجن ده بيحب الثوم فيه بقى كتير، واديله برده تقليبه مش قوي، مش عايزاه يغمق. شايفين شكله خطير، واروح جايبه الفلفل الحامي والخل. طبعا لو مش عايزين فلفل حامي عادي ممكن ما نحطوش، ممكن نحط فلفل رومي مش لازم حامي، بس الحامي بيدي طعم حلو، لكن لو انتم مش من هواة المشطشط والحراق يبقى استغنوا عنه خالص. بصوا هاخد شويه من الخل، ركزوا بقى في التفاصيل دي، معلقه او معلقتين مثلا من الخل يا دوبك غلوه، واروح اجيب ايه؟ شوفوا بقى الجمال بقى، شويه كوارع عنب. يعني هي فيها مشكله بقى الاكله دي، قولي لي هي ايه؟ لما تيجي تعمليها هتدبسي نفسك انهم مش هياكلوها من بره، يعني اللي هيجي يقول لك هيدوها من ايدك مش هيقتنع بيها من بره ابدا، فهتبقي دبستي روحك، بس انت بقى تقلطي عليهم. قولي لهم ايه؟ شوفوا انا بعملها احلى من بره مليون مره. بصوا بقى الدلع اللي حاصل هنا، شوية الخل مع الثوم والفلفل والبصل عاملين ميكس روعة، يعني الريحة حلوة قوي، مش هوصف لكم بقى، يعني عايز اقول لكم ان ممكن تتاكل على الوضع ده من غير طاجن خالص مع شوية رز وخلاص، ممكن تحط كده على وش طاجن ورق عنب تبقى برضه حلوة، تبقى براحتكم، طب انتوا بتحبوا تاكلوها ازاي؟ هننزل بايه؟ الفلفل العادي بقى مش الحامي، الحامي شوحناه في الاول، واديله تقليبه بس كده يندمج معاهم. عايزه اقول لكم ان هي كده مستويه، بس انا بسبك لها بقى في الفرن عشان تشكشك وتشرب اكتر، لكن هي اصلا مستويه، انتوا شفتوا لما مسكتها بايدي ما استحملتش، حتى ما جبتش سكينه، بين ايديا دابت على طول. خلاص كده زي الفرن، هروح حاطه عصير الطماطم، وكبشه من المرقه. والله بقى انت المرقه مش عايزه تقلليها عشان عايزه تتشرب جانبي كده، ممكن تروحي حاطه شويه ميه سخنه او اي مرقه عندك موجوده. شوف انا كنت بطلع بدي، هنحط حبه كده صغيرين مش كتير برضو عشان عايزه ايه بقى الموضوع متسبك، مش سايبه قوي. تقلبتين كده حلوين، وننزل بالفلفل الاساسي، فلفل كده ايه حامي مقفول زي ما هو، عايزه يبقى مشطشط زياده بقى، لو انت عايزه الموضوع مشطشط قوي ممكن بقى تروحي فاتحاه من الجنب، القلب بتاعه هيطلع مشطشط قوي، فانت لا على حسب بقى، لو بتحبي الاكل حراق اهو كده، حط ده في النص ونشوف التوابل بتاعتنا. تعالوا كده نشيل دول، كل التوابل اللي نزلت قدامكم على الشاشه بحط من كل حاجه رشه بسيطه خالص، كباب الصيني والبهارات بتاعتنا، وهشوف بقى. والله حسيت ان الموضوع محتاج شويه صلصه طماطم هزود، لكن عصير الطماطم اللي عندي هنا مركز يعني لونه حلو، فممكن احتاجه ممكن ما احتاجش على حسب بقى، لكن الملح انتوا ظبطوه على حسب ذوقكم. حبه كده حلوين وخلاص، غلوه واحده ونقلها عندي في الطاجن، هي ممكن تتاكل على كده.
دايبه يعني مش مستحمله. طيب هي استوت على كده او هي بالفعل مستويه، هنقول اتسبكت على كده، بس انا بالنسبه لي عايزه ادخلها في طاجن في الفرن زي ما بتاكلوها بره. بره بتتقدم في طاجن، فانتوا لو حابين على المرحله دي تاكلوها على طول ماشي، عايزين تنقلوها في طاجن وده بفضله يبقى افضل وبتبقى احلى كمان شكلها في التقديم. طيب هنجيب بقى طاجن فخار حلو كده، بسم الله، ونحط الكوارع تدخل بقى تعمل ايه؟ تكمل شكشكه في الفرن